عبر الهاتف من الشدادي جنوب الحسكة معي مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس دائرة الزور العسكري باسم عزيز. باسم مساء الخير. إذا لا يمكن إيصال مساعدات إنسانية لدير الزور بسبب القتال، كيف يتم التعامل الآن مع هذه الحالة؟ أهلا وسهلا. أهلا. طبعا بشكل يومي عم تجينا أعداد كبيرة من النازحين، يعني مئات النازحين بشكل يومي عم تصل إلى نقاطنا. وطبعا مثل ما بيعرف كثير من وسائل الإعلام أنه أغلب النازحين من أماكن سيطرة النظام. طبعا نحن عم نتعامل مع الأمر، ثبتنا نقطة إسعافية ونقطة استقبال للنازحين في قرية أبو فاس. طبعا هاي النقطة شغلتها انه تستقبل النازحين في حال وجود اصابات او وجود مرضى، فورا اسعافهم او يتم معالجتهم مباشر. ومن هاي النقطه مباشره يتم اخذهم الى المناطق الامنه او المخيمات. طيب، في 1 مليون شخص تقريبا بمحافظة دير الزور هو في قلق كبير بشأنهم، عن أي أعداد اليوم نتحدث من النازحين إلى هذه اللحظة والعدد المتوقع نزوحه في الفترة القادمة؟ طبعا اعداد النازحين ما حدا يقدر يحدد انه عدد معين، لانه في يعني في قوه ثانيه تعرف ان النظام كمان داخل بهاي المعركه. يعني في ناس عم تروح لعند النظام، في ناس عم تجري على قواتنا، ما في عدد ثابت او انه ممكن نحدد عدد. وفي ناس كمان ظلت ببيوتها وما يعني ما قواتنا ما تعرضت لاي شخص انه موجود ببيته، يظل بمكانه مو مشكله. نزوح إلى أين؟ عندما نتحدث عن شمال المحافظة، عن أي مناطق نتحدث تحديدا يتم النزوح إليها، أو الضواحي الشرقية للمدينة، أي مناطق؟ طبعا يتم النزوح من المناطق الشماليه للفرات او الشرقيه للفرات الى مدينه الشدادي، في مخيم بالشدادي وفي مخيم كمان بعين عيسى. نزوح الناجحين من مناطق الفرات ويتم اخذ مناطق الامنه اكيد. طيب، كيف يتم التنسيق اليوم مع الجهات والمنظمات، مع الأمم المتحدة؟ بسبتمبر كان آخر مساعدة تم إيصالها وتم تقديمها، آخر مساعدات إنسانية يعني كانت طبعا محملة على قافلة، نتوقع أي خطوات من هذا القبيل الآن بعد أن أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ؟ طبعا بالنسبة للمساعدات حاليا في منظمات كثير عم تدخل لمساعدة هاي المدنيين، وأكثر شيء يعني الدور الأول هو الهلال الأحمر، هو اللي فتح نقطة الاستقبال، ما عدا أنه أكثر أغلب النازحين في لهم أقارب بالمناطق الآمنة فيتم نقلهم إلى أقاربهم. أنا أشكرك جزيلا. من الشدادي جنوب الحسكة كنت معنا مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس دير الزور العسكري باسم عزيز. شكرا باسم.